ہماری اس محفل کے مہمان خصوصی عزت ماں باپ عالی جناب ڈاکٹر راجو لوچن صاحب ایم ڈی بلرام پور تشریف لا چکے ہیں. آئیے میں محفل کے آغاز کے لیے مؤدبانہ گزارش کروں گا. قاری قرآن علی جناب محمد ندیم نجفی صاحب سے تشریف لائیں اور اس نورانی کا جشن کا آغاز کلام الہی کے ذریعے انجام دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد.